موقع أنا السلفي. ولقد ذكرنا عباد الله قبل ذلك أنه في إحدى المحافظات كان هناك كوافير يزين النساء، وكانت هناك عروس في دمياط ذهبت إلى هذا المكان لكي تتزين يزينها الرجل وتتزين للرجال، تجلس أمامهم بجوار العروس كما يفعل كثير من الناس، وهي حاسرة عن بدنها، وكل ذلك مما يغضب الرب. لقد مات عند هدم البيت، هدم البيت على هذا الكوافير، فماتت 17 امرأة من البنات التي تزينن في هذا المكان. فإذا بعثنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا بعثنا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ما العذر الذي يعتذرون به لله عز وجل؟ ماذا هم قائلون لله سبحانه وتعالى إذا سألهم الله عز وجل عن نعمه؟ ماذا فعلوا فيها؟ لقد أنفقوا أموالهم وأنفقوا الزينة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم ووهبهم الله عز وجل إياها في معصية الله سبحانه وتعالى، في التبرج والمجون وكشف العورات والحسر عما حرم الله عز وجل عن كشفه، وكذلك عدم تغطية ما أمر الله عز وجل بتغطيته مع الاختلاط وملامسة الرجل للمرأة في بدنها وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فأماكن المعصية التواجد فيها خطر عظيم، لأن العذاب قد ينزل على هذا المكان. فماذا يقول العبد لله سبحانه وتعالى إذا بعث بين هؤلاء القوم؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم كما جاء في بعض الروايات. فإذا حشر الإنسان مع الفساق والفجار، فماذا يقول لله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟